أسعد الله صباحكم بكل الخير. موجز الأخبار. التفاصيل تقام بعد صلاة الجمعة اليوم. جنازة عسكرية للشهيد العقيد أحمد الكفراوي بمسقط رأسه بالشرقية. كان المتحدث العسكري وأعلن استشهاد ضابط وخمسة جنود بشمال سيناء فضلا عن القضاء على ثلاثة تكفيريين أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية. أعلنت وزارة الداخلية إحباط هجوم إرهابي في مدينة العريش بشمال سيناء ومقتل إرهابي في مواجهات مع قوات الأمن في المدينة. وقالت الداخلية في بيان إن الإرهابي القتيل سبق أن شارك في العديد من العمليات العادية تجاه القوات بالعريش. هذا وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. تناول الاتصال بحث أوجه العلاقات المصرية السعودية وسبل تعزيزها فضلا عن التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي والجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة. أفاد ناشطون سوريون بإجلاء الهلال الأحمر الدفعة الثالثة والأخيرة من مرضى الغوطة الشرقية باتجاه مستشفيات دمشق عبر مخيم الوافدين. وقد أجليت 13 حالة مرضية حرجة من الغوطة ضمن الدفعة الأخيرة بموجب الاتفاق الذي تم بين القوات السورية والمعارضة. شملت عملية الإجلاء التي بدأت الثلاثاء الماضي السماح لبعض المرضى بمغادرة الغوطة الشرقية مقابل إطلاق المعارضين سراح بعض المحتجزين لديهم. قال مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الرئيس وقع مرسوما بحل البرلمان في آخر خطوة قبل أن يتسنى للحكومة تحديد موعد لانتخابات جديدة. وذكر مصدر حكومي أن إيطاليا حددت 4 مارس المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة. لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 15 جراء حريق اندلع في مبنى سكني بمدينة نيويورك الأمريكية. في أمان الله.